حولها. انا بدايه زواجي فتعجبت عبالي يخوفني عيب من الناس. لا عيب حتى موضوع انا ما اقدر اقوله. احكي لي قصه البوكس اللي ضربت اياه ابو كرار. مو بالبوكس أي. لا انا اقو ادوس بالبطن صراحه غير يعني ما تدرين بنفسك اي اول يعني هذه زين الله يساعدك 32 سنه صار شوف شعري وقع. احكي لي قصة هذا. والله العظيم مو شغلة يعني شغلة هاي. امي ايش قالت لي؟ يما انت اذا تزوجتي واحد يضربك ثاني يوم تطلقين. قلت غير كتلة. هاي دوسة دوسة بالبطن الواعي ايش ما ادري شنو. وهو كان خسرانين يمكن بس شوية خفيفة مو بوكس. منو قال لكم؟ هاي شنو؟ مو قاضية مو قاضية. هم يتعاركون بالبيت ومناقر لو بس ثاني بس ثاني. لا ما احنا حار وبارد لازم هيك اقول له والله ما تمشي الحياه بعدين بس باللقاءات ترى مكرر اجي احكي هشبيك وي. قلت له هاي بس باللقاءات غرد علينا بالبيت ماكو ترى خاله خلي ببالك ها اطلع بعد لو كان زين. اذا زعل شلون تراضي؟ بدولمه بشنو اكل؟ لا يا طباخ ما انا بس اسمع بالدولمه مالتها. لا المندي لا لا المندي المندي رقم واحد بالعراق. ايه جت عروض من افضل المطاعم ما تقبل. والله عيوني هسه انت لا هسه انت اجيت وقلت لك لا انت هم مشغول. اجي اعزم روحي تريد. لا لا بلا بيتك هذا مو حزينه. نجيكم وعد نجيكم غير اتصال غير دعوه كرار. اليوم حبيبي هسه انطيني رقمك من اطلع وخلص خل اشوف شاربي مو علي.